عمرو عمرو والهن احلف ان انت كنت عايز ولادك يبقوا زملكاويه ويتعذبوا الحساب اللي انا ما تعذبوا. شفت طيب. اقول لك مفاجاه، انت عارف انا كنت زملكاوي كده برضو. والله العظيم كنت زملكاوي. انا ابويا انا امي واخويا زملكاويه الاثنين. امي زملكاويه عمرو، ناس محترمه اكتر منك، ناس محترمه. لا بعنف وما زالت لحد دلوقتي. وكل شويه اقول لها ماما خلاص بقى ما تقعديش تحرقي ده خلاص، تقول لي ما ده اللي بيشجع الزمالك. فاكر الزمالك لما كسب بيراميدز في نهائي الكاس 3؟ ايوه طبعا طبعا. كلمتني في التليفون، كان بقى لها كتير ما تعملش حركه. فرديت ايوه ماما، اللي خايف يروح.